السلام عليكم معزول في الاول، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم اثاث ثقه. خاوتنا كما عودناكم دائما بغرف النوم الجميله، راكم شفتوا هذا الموديل في اللون البني والان جبناه لكم في اللون الابيض كما راكم تشوفون، نفس التصميم خاوتنا. لا ديفيرونس راح تكون في لاكاردروب في لو موتيف تاع البيبان غوش ودروات. خاوتنا نبداو على بركه الله في غرفه نوم هذه اللي تحت اسم ساموراي كات. نروحو نشوفو لو لي تاعها كيما راكم تلاحظوا. لو لي اللي فيه لا طاي ستوندار 190 على 160 خاوتنا. لو تيت دو لي كيما راكم تلاحظوا يعني ميلونج بين الكابيتوناج والخشب. لو بيتي دوسي كذلك كيما راكم تلاحظوا راهو بونكادرمون كامل بخشب الاحمر، وفيه لو كابيتوناج بومبي بلي بودو كيما راكم تلاحظوا. حاجه الله يبارك خاوتنا. وكيما قلت لكم لو تيت دو لي راهي ميلونج بين الخشب والكابيتوناج اللي راهو كذلك بومبي بلي بودو. حاجه ما شاء الله من فوق. فضلنا نديرو لكم هذا لو ديزاين اللي راهو بالفي في اللون الاسود خاوتنا، زجاجه في الفيمي، حاجه ما شاء الله خاوتنا. ننتقلوا ونشوفوا لا طاب دونوي. لا طاب دونوي كيما راكم تشوفوا الشكل تاعها يعني راهو مختلف عن كامل لي طاب دونوي اللي شفناهم. فيها انتيروار وانتيروار سكري من تحت، قاعده زجاجيه في اللون الاسود من الفوق. لو تيروار كيما راكم تشوفوا راهو برايا تركيا اوفرتور فاصل، ما تمش راح يتعبكم في الفتح. اما بالنسبه للداخل خاوتنا راهو يرفد حاجه ما شاء الله كيما راكم تلاحظوا. وهذا هو لو تيروار سكري تاعكم خاوتنا، يعني يرفد كذلك حاجه لا باس بها، يعني يرفد الداخل حاجه الله يبارك. كيما راكم تشوفوا راهي برايا تركيا كذلك، يعني غليسونت حاجه ما شاء الله. والداخل كيما قلت لكم يعني ترفد با مال دي شوز، يعني الاشياء اللي تحبوا تخبوهم. ننتقلوا ونشوفوا لاكوافيز تاعها كيما راكم تلاحظوا، يعني الشكل تاعها راهو مختلف عن كامل لي كوافيز اللي شفناهم. فيها من جهه لاغوش هذيك التصميم اللي راهو بالفيمي خاوتنا، من لادروات كاينه مرايه صغيره راهي خارجه على التصميم. فيها تروا تيروار دو تيروار اللي راهم كبار الله يبارك، وواحد راهو صغير راهو فوق لو تيروار سكري خاوتنا. نعمي هذه ثاني فيها تيروار سكري، فيها دي بي يعني في التصميم تاعها اللي راهو مختلف وبزاف شباب كيما راكم تشوفوا. حاجه عصريه الله يبارك كيما راكم تلاحظوا. لي تيروار كيما قلنا لكم كاين ثلاثه راهم كامل براياوت ليسونت اوفرتور فاصل للداخل يرفدوا فمال دي شوز خاوتنا، حاجه ما شاء الله. اما بالنسبه لو تيروار سكري كيما راكم تشوفوا يعني تضغطوا عليه فقط خاوتنا يخرج، وما عليكم غير تسحبوه في يديكم. وكما راكم تشوفوا الداخل راهو انوتر تيروار، يعني يرفد الله يبارك كذلك الداخل راهو كذلك برايا تركيا ليسونت، حاجه ما شاء الله. ننتقلوا لمرآه الغرفه اللي هي لاكاردروب خاوتنا. لاكاردروب كما راكم تشوفوا فضلنا نديروا الابواب يعني من الجهه اليسرى واليمنى بالخشب الاحمر كامل كما راكم تشوفوا. وفيها هذا لو موتيف يعني تاع ساموراي، حاجه الله يبارك خاوتنا. فيها دو تيروار سكري من تحت كذلك اللي يرفدوا، حاجه ما شاء الله خاوتنا. وفي الوسط راهي بدو بورت كوليسونت بمرايا نوار خاوتنا، يعني اون ميروار نوار خاوتنا، حاجه ما شاء الله. نزيدو ننتقلو لكم لا فينيسيون من الفوق ومن الكوتي كيما راكم تشوفوا، حاجه ما شاء الله كيما عودتكم اثاث الثقه. اما بالنسبه للتصميم الداخلي خاوتنا كيما راكم تشوفوا كات بورت يعني من الجهه اليسرى والجهه اليمنى، راح تلقاو واحد زوج ثلاثه مع لوبا كات ايطاجير خاوتنا. وفي الوسط راح تلقاو ايطاجير كبير من الفوق كيما راكم تشوفوا، راح تلقاو دوز ايطاجير من الجهه اليمنى مع لوبا يقولوا لكم ترواز ايطاجير، وكاين اسباس بور لا ترينغل من الجهه اليسرى. في الوسط خاوتنا حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا، لا فينيسيون نقيه من برا ومن الداخل خاوتنا كيما راكم تلاحظوا. نعاود نذكركم بلي مخدومه اون باروج، حاجه ما شاء الله. ننتقلوا الان ونشوفوا لو تيروار سكري تاعنا كذلك يتحل بالضغط خاوتنا، يعني تضغطوا عليه كيما راكم تشوفوا راح يخرج، وما عليكم غير تسحبوه بيديكم من الداخل كيما راكم تشوفوا يرفد، حاجه الله يبارك. راهو برايه تركيه غليسونت، حاجه ما شاء الله خاوتنا. ومن الداخل كيما قلنا لكم يرفد با مال دي شوز. بالنسبه للسعر تاع غرفه نوم ساموراي كات خاوتنا، نفس السعر تاع ساموراي طروال. نعاود نذكركم بلي راهو متوفر تقريبا نفس الموديل في اللون البني خاوتنا. السعر تاعهم راهو 14 مليون و800 مع النقل والتركيب ل 58 ولايه. للحجز والاستفسار الارقام راهم اسفل الشاشه. في نهايه الفيديو خاوتنا نقول لكم بارك الله فيكم على متابعه الفيديو، ما تنساوش ديروا لنا جيم وتخلوا لنا اراءكم في التعليقات وتابونيو وتفعلوا زر الجرس هكا باش يلحقكم كل جديد خاوتنا. نتمنى الفيديو هذا يكون نال اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم بعد الكلام سلام.